تحياتي لكم متابعينا ومتابعين قناة أكوان تابعين، صديقكم حبيبكم وانت أحبائي موفق رجيلي. يا برج الجدي هلكتوني السنة، هلكتوني وأنا بقدر أعملكم شغلة كتير مرتبة تغير حياتكم كلها. السنة السنة خاصة لكم إلى قوة رهيبة جدا. السنة طاقتها عالية بالنسبة لكم، وفي عندكم الملاك تسفيائيل. هذا يمنحكم قوة رهيبة. هلا أنا خلطة كاملة لكل عمر، وهي أنا ما بطالع غير نادر لكل واحد طالع له كل عمر طبعا. ولا أنت بدك تيجي تعمل بالأبراج توقعات، في توقعات العامة والخاصة وخاصة الخاصة، وكل ما لك اتصل لشيء تفصيلي أكثر. هلا أنتوا أعطيتكم السنة هي لحاطيكم ضيقة تفصيلية رهيبة. إذا ما بقت السنة بالضبط وحالكم، ساعتها ما بدي لكم يكون في عندكم جذبة غباء. كثير رح حاول علمكم شغلات كثير تصيروا رهيبين السنة إن شاء الله. الله يقدرنا يا رب. لنعرف أول شغلة، في معلومات أساسية بدكم تجيبوا ورقة وقلم وتشوفوا الفيديو كذا مرة لتقدروا تستوعبوا. لنعرف كيف رح تبلش سنتك. صديقي الجدي، انت من تأسيس برج سنتك، فهمت علي؟ بدك تبلشها صح، ولازم تبلشها من امتى؟ بدك تبلشها ب 2000 شو اسمه بالشهر 12، يعني بدك تبلش من 19/12 تكون حاطط مخططاتك قبل ما تبلش السنه. في عدة شغلات لازم تساويها. الشغلة الأولى إنه وإذا بتدخل السنة تمام، وتكون الناس عم تحتفل بالسنة، أنت لازم تقعد تكون قاعد مع رفيقتك ونسيان الدنيا، وأنت مو قاعدة عم تراقبي حبيبك أو قاعدة على الواتساب بتضيعي. وأحلى أحسن شيء لكم خلال مو سنة لمدة 7 سنوات، هاي اللحظة اللي بتدخل السنة فيها الساعة 12 بكل دولة بالعالم بكل وقت، انت شو بدك تكون عامل؟ بدك تكون ماسك مسبحتك. اذا بتعرف عددك، بتعرف الحساب، اذا متابعني رح تعرف طالع بين اسمك واسم امك، بتطالع العدد تبعك وتقرأ فيه كسفيائيل. اذا ما بتعرف تقرأ كسفيائيل 1000 مرة، إذا أول مرة داخل عندي إذا كسفيائيل 1000 مرة. طيب عرفنا هيك وشال ملاحظة هون، هي يعني كسفيائيل اللي حاضر دروس كذا بيعرف، إذا ما بيعرف بيقرأ كسفيائيل 1000 مرة. طيب أخي 1000 مرة كتير؟ 100 مرة. 100 مرة كتير؟ أقرأها 7 مرات قدر الاستطاعة، وكل ما انت بتتقيد كلامي اكتب تاخذ. فيفضل 1000 او بعد اسمك واسم امك، الاثنين بيشتغلوا. هاد بعيد راس السنه بالضبط. طيب ننتقل بعد منها لشو، كيف بتتقسم؟ بيتقسموا الاشخاص عنا لعشر انواع بهالسنه هيك. نحن نعطيكم توقعات رح نقسمكم انتو للجدي لعشرة جدي. في الجدي الأول اللي طاقته الأرضية الأولى، منبع طاقته هي الثروة. هاد بيولد بتمه معلقة من ذهب. يعني هاد بتكون شو بدي أقول لك، يعني الأولاد الجدي اللي أهليهم أغنياء وبيلدوا وهن اهاليهم اغنياء، هدول بيكونوا عندهم الطاقه الاولى. فهدول
بالأصل هن أغنياء ما أغنياء. أفسرك، يعني عندك ولد وأنت غني وجدي، فهو أخذ طاقة الثروة تلقائيا هذا الولد، مو مثل بقية الأولاد. فهذا بيعتمد على طاقة الثروة بحياته كلها. طيب أنت شو بإمكانك تدعمه؟ بإمكانك تدعمه أو تقرر تأمه أو كذا، تقرأ له كسف يائيل، تمام، وتطلب من الله سبحانه وتعالى من ثم من الملك كسف يائيل إنه يضل طول عمره الولد عنده ثروة وغنى. خلصنا منه، هذا ولد، هذا تحت سن البلوغ. بنبلش وهذا بيدخل سن البلوغ، يعني عندك من ال 14. طبعا في اولاد ممكن تبلغ بال 13 و 14 سن البلوغ، وهذا بيبلغ هدول جدي ثاني. هي للنساء وللرجال، هدول وهذا ببلشوا بسن البلوغ ب 18 سنه. فهمت علي؟ ممكن من 14 18، ممكن من 11 18، وهذا بيبلغ. بيكون هاد عنده طاقة اسمها التحرر أو الحرية. فهلا إذا عم يسمعني ولد من سن البلوغ 18 سنة، فهو أول شغلة بده يخلص من العادات تبع أهله والتقاليد. فهو عنده حالة من طاقات التمرد. شو بقول له هاد؟ بقول له نصيحة، انتك لساعتك بعازة الأكبر منك. إذا بتفوت وبتدخل هلأ بطاقة الطريق الجديد بحياتك، يعني تفتح طريق جديد، افتحه تحت شور حدا أكبر منك. فيا بعازة أنت معلم أو بعازة حدا من أهلك. إذا أهلك مو عندهم انفتاح بدماغ ومخهم مقفل، فبعازة معلم. إذا ما جيت ما كان عندك معلم لسن 18 سنة، فأنت هي. فهلأ السنة هي لازم يكون عندك معلم لتضمن السبع سنين الأخر. معناتها أنت يا جدي، هي طيب البنت كمان بدها معلمة. طيب بدها معلم ما معلمة؟ معلم. لمعلوماتكم، المعلم الرجل أقوى من 100 معلم امرأة بالأمور الروحانية. مو معناتها المرأة ما لها معلمة، ولكن بطريقة التعليم والسيطرة هي الرجل أفضل. ولكن المرأة وإذا بدها تعلم في أمور تانية مثل اللغة، إلا معلوماتكم كمان نزودكم فيها. يعني أنت وإذا بدك تتعلم، بدك تعرف شو تتعلم عن مين. يعني إذا بدك تتعلم اللغة روح لعند مين؟ لعند آنسة. إذا بدك تتعلم الأمور الروحانية روح لعند مين؟ أو الطاقة روح لعند رجل. إذا بدك حدا ينظف لك المكان ويزبط لك يا فالمرأة. إذا بدك واحدة تحكي لك بالفلك أو تفتح الفلك أو التاروت فالمرأة. فدائما شو بدك تعمل؟ بدك تختار المعلم على حسب. كل واحد بيبدع، مو معناته المرأة ما بتبدع بالأمور. مثلا فتح المندل المرأة شاطرة فيه، ولكن قوة الروحاني والفك وما الفك الرجل شاطر فيه. هي طبيعة بشر. فأنت مالك بهالتعقيدات كلها. كمعلم رجل ومرأة أنتوا بعازة رجل يعلمكم، ويفضل تتعلموا شيء من العلوم الباطنية بتنجحوا فيه. هلأ من بعد 18-21 سنة، السنة عندك شغلة اسمها الجائزة، يعني انت سارق الحظ. فانت اللي حواليك راح تشفطهم شفط. مين ما حواليك، مين ما عم تشتغل معه، تمام، راح تشفطه شفط. يعني بصراحة لو كنت قدام مني لا اضحك رفسي شب لما بنتوا ما قربكن علي لأنكن. السنة هي ما بقلكم مرحبا بصراحة، يعني كل واحد جديد هالسنة ما بقربوا قدام مني. ليش؟ سراء الحظ، شفاط الحظ. أنا مثلا هيك، بس أنا كشخص استاذ طاقي لازم إني أقول لك الميزة هي ميزة حلوة لك. السنة سنتك روح من 18-21 هي عندك الإبداع، وعندك بدك تشفط شفط مو طبيعي.
فعندك شفط طاقه لتقول حاجه بتاديك طاقه وقوه وابداعات جائزه عندك طرق لك قد ايه 7 سنين لقدام. الله يبعدك عني الله، انه ما السنه هي سراء حظ، كل واحد جدي لا يتصل فيي حلو عني. انتو السنه هي بتخوفوا. الطاقه الرابعه هو التهور، هي بين ال 21 هي رح يكون عندك جزء من شو من ال بسموه السخاء، يعني معك مصاري بتكون المصاري عم تلعب بيدك السنه، فهي بنخاف عليك فيهم اللي عمره من 21 ل 27 سنه مفكرين الدنيا رح تدبلهم، فهي نقطه خي رح تلاقوا تصرفوا، خاصه الشباب بحط البنات وبيطالع مصاري كريم. اذا بتعمل الشيء هذا رح تروح بالتدهور السنه رح تكون نهايتك. انتبه يا صديقي جدي، بالعكس لو كان عمرك 25 او 27 سنه خليك على طاقه الجائزه بيجيك مصاري اكثر. لا تكون سخي كثير، لا تكون مبذر، المبذرين اخوة للشياطين، لا تكون اخو شيطان. لا تكون مبذر اللي بيعمله من 21 ل 27 سنه، والبنت كمان نفس الحكي. هلا من 27 ل 30 سنه بده يكونوا السنه عندهم خوف، وممكن يصيروا لمرحله البخل. ليش؟ لانه ما عندهم رضا. شو بقول له؟ بقول له لا تخافوا السنه هي، تمام؟ اطلع من الخوف. هو قاتل اللي القاتل تبعك اللي عمره من 27 30 سنه خوفكم. اذا انتصرتوا على الخوف هي بدكم تعملوا برنامج اسمه برنامج الشجاعه. شو هو برنامج الشجاعه؟ كل يوم بدك 10 دقائق شو تعمل؟ تغمض عيونك وكون انت شجاع. بامكانك تستمد مدد من كسفيائيل، بامكانك تطلب شو؟ تطلب القوة بعيد رأس السنة، انه يكون عندك قوة مو خوف. بدك تبدل الخوف بالقوة والشجاعة. اذا ساويتهم السنة هتجيك كتير، وما تخاف على حالك قوي كتير، بس الخوف رح يطلع عندك. عندك قطاع مو قوي، عندك حظ كتير ما بيخليك تخاف. لا تخاف. من 30 ل 33 سنة بكون انت عم تدور على الاستقرار، اغلبيتك بدك تتجوز وتنستر، او بدك تتجوز وتنستر، فعندكم طاقة الاستقرار، فبتكون عم تشتغلوا وبيجيك شغل جديد. مشان السنة هي اللي عمرهم من 30 ل 33 سنة اغلبيتهم يا بيتجوزوا يا شو بيصير؟ بيلاقوا عمل جديد. متجوزين بيلاقوا عمل جديد نفتح لهم رزقة مرتبة، واللي مو متجوزين بيرتبطوا. من 33 سنة لل 40 سنة رح تبلش شو اسمه تزرع بذرة لنجاح يدوم 7 سنوات بمعرفة كذا. رح تزرع بذور، مو بذرة، بذور رح تدوم لك 7 سنوات. اللي بكون عمره من 41 لل 50 سنة هدول شو يعملوا؟ رح يحاولوا يطوروا نفسهم، تمام؟ رح يحاولوا يطوروا نفسهم، ورح يولدوا من جديد، ورح يفهموا العالم، ورح يعرفوا انه ممكن يكونوا بحياتهم غلطوا بحق ناس كتير، ولح يعرفوا انه يمكن في اشخاص كانوا من افضل الناس في العالم وهن خسروهم بالنسبة لهم. لح يفهموا العالم من اول وجديد، لح يفهموا، ولح يصير في عندهم رسائل روحية. هي الرسائل الروحية بتغيرهم وتغيرهم من جوا، وتخليهم يبلشوا يعرفوا حقيقة، وهي ان الروح مفتاح لكل الاسرار. التاسعة، وهدول بيكونوا صاروا عمرهم من 47 وفوق، من 47 ممكن، من 47 ممكن، من 50 وما فوق، هدول بيصلوا لمرحلة الصمت.
منهم بيكون هدول أشخاص عندهم حكمة، هدول حكماء إجلي ناجحين عندهم تراب، كل شيء بالدنيا بيملكوا بالصمت وبيعملوا كل شيء، هن ثابتين بيعملوا كل شيء. والسنة هاي عند المقدرة إنهم يطلعوا بأي حدا ياخذوا منه كل شيء بالدنيا، يواجهوا كل شيء بالعالم من خلال الصمت. دول ناجحين جدا جدا جدا، هدول عليهم القيمة جدا، دول أعلى أنواع مستوى جدي. السنة هاي رح يحطموا الكل، السنة سنتهم وغلي منهم رح يكمل. هي اللي وصل لسنه 50 سنة ولساعتهم بيلعي وما عنده صمت، هاد معناتها طلع من الطاقات، وهذا حتكون نهايته. الجدي السنة هي اللي أعمارهم من فوق 50 سنة ومو واصلين لمرحلة، يعني واحدة عمرها من فوق 50 والسنة بتلعي وما لا واصل لشيء وما لا واصل للنجاح ولا الترف، هي حتكون نهايتها قريبة. المرأة أو الرجل يلي هن وصلوا فوق سن 50 لمرحلة الصمت، هدول حينجحوا. يعني انت بتجيب شوف الجدي السنة حط 50 سنة وما فوق، في منهم من 47 حنقول من 50 وما فوق، 50 وما فوق إذا وصلوا لمرحلة الصمت والسكون والترف، عندك 7 سنين إلهم طايرين فيها. إذا لقيتهم لساعتهم عم يسقوا ينقوا وعمرها 50 سنة ولساعتها مو ملاقي تتجوز، وخمسين سنة عمره لساعتها مو مظبط شغله، فعرف إنهم هن مرحلة النهاية، السنة ما راح تفيدهم شيء. فهدول الأشخاص رايحين للدمار. أتمنى تكون وصلت الفكرة. الطاقة الأرضية العاشرة هي الملكية، وهي هي ما لها عمر، وهي للتسعة هدول السنة هي 22 هي لهم اللي حتحقق لهم المادة وعدم الحاجة لحدا. إذا شو؟ إذا عرفوا السنة هاي كيف يبرمجوها مضبوط وكيف يسحبوا طاقات يخزنوا 7 سنوات. أعطيتكم الطريقة على حساب كل عمر، رح نكمل بالتوقعات وشوية مصاري. هلكتوني هلا قراراتك تبعات الحياة كلياتها رح تبلش من 19/12 ل 20 شو اسمه واحد، رح يفتح المال تبعك بين 20/1 و19/2، مال رح يفتح لك كتير حلو. هذا المال تمام رح يفتح لك مجالات كمان، مو بس مال رح يفتح لك أعداء خفيين رح تتصل عليهم، ما يهمك هذا. إذا جاك الدلو الشاطر الحربوه فوت معه، أنا بحظك بتشفط ما بيقدر عليك. نيجي بعدين 20/1 أو 20/2 ل 20/3 بتتحول لطاقة تانية هي نسميها طاقة الأشخاص اللي هن حواليك، نسميهم مثل الدرع تبعك، مثل الأشخاص اللي بيحبوك القريبين، قريبين جدا، قريبين من درجة الأولى، اللي بينك وبينهم دم، بينك وبينهم روح. هدول بالنسبة لك هيوقفوا معك كتير، واحتمال حوت، واحتمال هذا الحوت تمام تسرق حظه أنت تاخد قوته عندك قوة مو رهيبة، فهو رح يدفانا الحوت ليرضيك. رحمه شوية يا عجلي، والله منيح معك الحوت. العقرب كمان رح يكون في بس لسانه طويل بالنسبة لك، بس لو حاول يأذيك بلسانه رح يتحول لمصلحتك. لا ترحمه للعقرب لأنه ما بيرحمك إذا عرف فيك، بس يجي حوت طيب.
و20/3 ل20/4 عندك الأهل. انتبه، 12 طاقة يكون في عندك أب أو أم، 12 طاقتهم إذا مش صير طاقتهم ممكن تموتوا، إذا حدا كبير بالعمر مش صير طاقته يا جدي ممكن تموتوا. حاول تخفف نص الطاقة السنة عن الحمل، يا جدي خفف نص الطاقة عن الحمل، إذا كبير بالعمر بتروحوا ممكن، افهمي. بس في احتمال السنة يا ورثة يا شيء من الأهل يجيك، وخاصة بين شهر الثالث والرابع. 21/4 ل5 عندك شو طاقة رهيبة بتسمح لك انك تكون عندك اولاد، يعني اذا ما بتجيب المرأة اولاد بتصير بتجيب اولاد، بنفس الوقت تسيطر على اللي اصغر، على اصغر منك، واللي اصغر منك رح تلاقيهم شو كتير سمعوا كلامك، خاصة اصحاب برج الثور والعذراء رح يخضعوا لك السنة، خاضعين لك كتير، مع انه هدول الاثنين مخهم تاس كتير، بس السنة خاضعين لك، خاضعين لك يا جدي، الثور والعذراء خاضعين لك، استغل الفرصة. بس بتوقع انك فهمت علي. عندك بتقريبا من 19/5 ل 21/6 صراعك مع الجوزاء ازلي، والسنة انت اقوى من العذراء، العذراء اذكى منك حتى اذا كان ما راح يطلع له معك، ولكن ما بيستسلم العذراء، هو المكر رح يوجع لك راسك ورح يهزل لك بدنك، تمام. بس السنة رح تسفقه كف للجوزاء، تصرع وصرع، ما له قدك الجوزاء السنة اليوم، بس مو معناته مو رح يجعك راسك، رح يجعك راسك ورح تجيك شغلة نفسية تزعل شوي، يعني بدك تبكي لك شوي، بدك نهز بدك كل شوي. الحب والتفاني بيجيك من السرطان 19/6 ل 23/3، وإذا بدك تتجوز أو بدك تتجوز السرطان أحسن شيء بالنسبة لكم، السرطان شو بدي أقول لك، العاشق الولهان شايفة رح يشوفك السنة وما رح يشوف حدا بعدك، وأنت السنة هي قد ما تحيونت عليه رح يتحملك. السرطان ما بيحبك كثير، وجدي احتمال كبير يتجوز بين الشهر السادس والسابع، مفتوح نصيبه اذا ما لم يتجوز، واذا متجوز شو اسمه حظه كثير، اذا كان رجال مع نسوان حيكون، اذا مره مع الرجال. عندك بين 20/7 ل 20/8 رح تفارق حدا بتحبه، لا تزعل، بس حاول قدر استطاعتك ما توجه طاقتك للأشخاص اللي بتحبها الضعفة، عشان ما تكون سبب موت موتهم، رح تشعر بهالشيء هذا، فانتبه. 24/23/8 ل 23/9 عندك انتقال وسفر، وانتقال من مكان لمكان، حتكون شو طاقتك كتير قويت، ورح يكون في عندك هاي اسمها العمل الجديد والاستقرار، فرح تنتقل من عمل من طاقة لطاقة، فالانتقال هاد رح يعمل لك انتقال كتير قوي. عندك 22/9 للشهر العاشر، يعني كله مش تقريبا شهر العاشر ضل 27/10 حظ مو طبيعي، ولح تمصه مص للميزان
وللحمل مو طبيعي يعني. في حالة من أبراج الميزان والحمل مصوصهم مص يعني، مستفيد منهم فائدة هابية هبية يعني. في عندك بين 24/10 25/10 21/22/11 في عندك يقرب منك أصدقاء هنن برج العقرب، وهدول كمان اللي حيكونوا كيف مواردهم كلها عقرب تحت أمرك، ولح تعرف ناس ومعارف تغيرك تغيير كتير، هتصل لهون لتطوير النفس والولادة من جديد وفهم العالم بطريقة تانية. هون رح يطلع واحد بقى متمرد، بعد ما لك حتاخد طاقته رح يفز عليك، اللي هو بين 21/3 ل 21/12 وهو القوس. رح يطلع لك واحد قوس تتغلب عليه تتغلب عليه تمصه، بعدين رح يطلع وشه الوسخ. وشه الوسخ بيطلع امتى؟ بين 19/12 ل 23/12 هاد رح يرقك مضبوط، رح تكون خفت الطاقة عندك وانتهت طاقة السنة هون. هذا بتنتبه منه انه هذا رح يرقك جديد، رح يرقك عن جد يعني، انه رح يجيك على اخر طاقة لك. فهمت علي؟ الرجل إذا تعرف على بنت القوس وعنده صاحبة أو رفيقة أو حدا من بنت القوس، آخر شهر 12 آخر السنة هي بتكون على إيده يعني، فهروب هروب من برج القوس آخر السنة. والمرأة اللي عندها برج القوس السنة هي كل السنة مكسر راسه، آخر السنة هي والله ليكسر راسك ويعلم فيك حياتك ويطالع منك الخمين والفطير. متى ما خلصنا انتهى 21 بين 21/23 احفظوا 12 السنة الجاية نهاية الجدي على برج القوس. إذا ما خليت القوس بحياتك فسنتك أحلى سنة، وإذا تركته بحياتك رح يطالع الخمير والفطير منك. اكتبوا لي بقى السنة الثانية شو زبط من حكي، واكتبوا لي شو زبط من توقعاتي من السنة اللي قبل، وبتمنى لكم سنة حلوة وكونوا بخير حبايبي وأصدقائي الجديد. بس السنة هي بعدوا عني، لا تقربوا علي لأنه السنة سرائين لحظوظ، ما عندي هي أي حدا برجدي لا يتصل فيه ولا يوجيني حسه. أعطيتكم توقعات افرقونا، لا أرزقتكم من حدا غيري، باي تصل. كونوا بخير، صباحكم ومساءكم حبايبي.